أساسية وركزتي عليها بزاف. تكلمتي على المطبخ، يعني بالنسبة للنساء قلتي أنه ماء جافيل راه كافي بالنسبة للكوزينة. كاين مرافق أخرى في الدار نتكلموا عليها أيضا، الإنسان مثلا تيجلس في واحد البيت كيتفرج فيه أو لا في الصالون أو لا في بيت نعاس أو لا، هنا أشنو كتنصح طريقة التعقيم أشنو خاص باش خاصها تكون؟ طريقة التعقيم هذا تكون طريقة عادية، غادي نستعملوا مواد بحال صابون ولا هذا باش نمسحوا شي بلايص اللي يقدروا يخسروا بجافيل. وجافيل نقدر نستعملوه بحال دابا الارض ولا شي بلاصه اللي ما غاداش تخسر بالجافيل. ما عندها حتى شي معنى باش الانسان يبدا يستعمل شي مواد اللي غادي يخسروا ليه كل شيء، الحوايج اللي عنده في الدار، ومن بعد هنا شهر يلقى كل شيء ولا فيه صداع وخسار وهذا وخاصو يشري حوايج اخرين. دونك كاين شي حوايج اللي باينين واضحين. ونعاود ناكد اللي الصابون والماء راه هو احسن معقم.